السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين. نزولا عن الطلب ديالكم غادي نشارك معكم واحد تشكيلة جد رائعة ديال المملحات بأشكال راقية ومختلفة ومذاقات حتى هي بنينة ومختلفة، شكل ما كيشبه شكل تاني في المذاق. نعطيكم جميع الأسرار والنصائح ديال الطياب، ديال الطريقة ديال التخزين. فإلا عجبكم فيديو حبيباتي ما تنسوش توصلوه لأكبر عدد من اللايكات هكا باش نعرف الفيديو عجبكم، واللايك راه مهم بزاف لنجاح الفيديو. بغيت نشكركم بزاف على تعليقكم الطيبة اللي كتخليو لي، راه ملي كنقراها كنفرح بزاف، وشي مرات راهم كيدمعوا عيني بقوة لي، يعني ديك المشاعر اللي كنحس بها ملي كنقرا ديك التعاليق الراقية والطيبة ديالكم. الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب. وبالنسبة للسيدات اللي أول مرة كيشوفوا القناة مرحبا بكم، وفضلا وليس أمرا إلا كان المحتوى ديال القناة كيعجبكم دعموها باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا جديد الوصفات. وعلى بركة الله ندوزو مباشرة للطريقة ديال التحضير، وغنبدأ على بركة الله بأول مملحة بالخضرة والكفتة. غناخد واحد المقلاة ونوضع فيها واحد المعلقة ديال الزبدة، هذه إضافة اختيارية. غنوضع قليل من زيت الزيتون، وغنوضع هنا ثلاثة ديال الحبات ديال البوارو أو حبة ديال البصلة تكون كبيرة واحد شوية مبشلطة. كنضيف الملح اللي كيبقى على حساب الذوق، ثم غادي نضيف تقريبا راس معلقه ديال الثومه، معجون الثوم او تحكوا واحد جوج فصوص ديال الثوم. كنشحر غير واحد شويه هاد البوارو على ما كينزل غير شويه، وغادي نضيف لوطريف ديال المكور اللي هو الكروم، واحد الحبه ديال الخيزو مبشوره كما كتشوفوا، وواحد الحبه ديال الكراعه حتى هي مبشوره بهذا الشكل. بالنسبه للمكور من الافضل قطعوه رقيق وطويل. كنشحر هاد الخضيره واحد شويه غير لما كتنزل، راه دغيا كطيب هاد الخضيره هادي، ما نطيبوهاش فوق القياس. غنضيف هنا نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وغنحك شويه ديال السكينجبير الخضر كيعطي واحد المذاق جد مميز. هنا قطعت جوج فليفلات حارين صغيرين، هادي اللي كتشوفوا في الصوره فيها واحد المذاق جد مميز، وديك اللدغه ديال الحراره اللي فيها كتعطي واحد البنه زوينه لهاد الحشوه هادي. الا ما عندكمش غادي ديروا صلصه حاره، الا ما كتبغوش الحار غادي تستغناو على الحار. هنا غنضيف نص معلقه صغيره ديال صوص الصوجا ثقيله كتعطي مذاق جد جد مميز لهاد الحشوه. كنشحر هاد الخضيره غير شويه باش ما تفقدش اللون ديالها، وغادي نحيدها من فوق النار، وغناخد مقله اخرى غادي نوضع فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون اللي ما تكونش كثيره، لان غادي نضيف هنا الكفته. عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته ديال البقري، تقدروا تستعملوا الكفته ديال الدجاج او الكفته ديال الغنمي، لكم الاختيار. بالنسبه للكميه ديال الكفته كتبقى على حساب الذوق. كنضيف الملح، ثم غادي نضيف العطريه ديال الكفته، واحد معلقه صغيره ديال البصله مجففه يابسه، وغادي نضيف هنا معجون الفلفل الحلو اللي شاركته معكم مرارا وتكرارا، لما عندكمش غادي تعوضوه بمعلقه صغيره ديال التحميره. تنشحر ديك الكفته غير الا ما تتفرتت، ما تنخليهاش طيب مده طويله، غير غراضي بها خصها تفرتت، داكشي علاش ما خلطتهاش مع الخضره. وغادي نوضعها هنا فوق الخضره، وغادي نضيف المعدنوس كما كتشوفوا. كنحرك غير واحد شويه هذا الخليط كله، وفي الاخير غادي نضيف ربعه ديال القطع ديال جبن المربعات او الجبن المثلثات اللي بغيتو نتوما. الا عندكم الكريمه الخاصه بالطبق طبخ ضيفوا تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار، او ياغورت طبيعي ضيفوا واحد جوج معالق كبار، لكم الاختيار. كنطفي على الحشوه وكنخليها حتى كتبرد بطبيعه الحال بعد ما كيختفي فيها الجبن، وفي الاخير بعد ما كتبرد مزيان غادي نضيف واحد شويه ديال الجبن شيدر او الجبن الاحمر، لكم الاختيار. ما بغيتوش تضيفوا تقدروا تستغناو عليه. كنخلط الحشوه مزيان، غنخليها على جنب، وغادي ناخذ الورقه ديال البسطيله. بالنسبه للورقه راني خديت الورقه وقسمتها على اربعه، كنحيد لهذيك الجوانب اللي تيكونوا ناشفين. دابا نوريكم الطريقه في وسط الفيديو. ضروري كندهنوا الورقه طريف الورقه اللي غادي نخدموا به، وكنديروا الوجه الحرش هو اللي تنشوفوا فيه، والجهه الرطبه او الملسه ديال الورقه هي اللي كتكون مباشره فوق سطح العمل. كتاخذوا الكميه اللي بغيتوا ديال الحشوه. انا غادي ندير هنا دينيم، يعني غيكونوا طوالين، دي سيجار غيكونوا طوالين، غادي نطوي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كنقد مزيان هذا الحشوه، ومن بعد غادي نطوي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، جد بسيطه وسهله، يعني ما غاديش تاخذ منكم واحد الوقت كثير. بامكانكم توجدوا الحشوه مثلا اليوم ولا غد ليه عاد تعمروا لي سيجار ديالكم، او توجدوا الحشوه في الصباح وتعمروهم في الليل. ضروري الحشوه خصكم تخليوها حتى تبرد، وملي تجيبوا الورقه البسطيله من الافضل تخدموا بها مباشره، ما تخليوهاش حتى تبرد لان كتبدا كتقطع وكتعذبكم في الخدمه.
ودائما كتدهنوا الورقه ديالكم بالزيت نباتيه هكا باش كتجيكم كيجيكم البريوات ديالكم او القنينطات ديالكم كيجيكم مقرمشين سواء قليتهم في الزيت او دخلتهم الفران. دائما تديروا القياس ديال الحشوه اللي غادي يناسبكم نتوما على حسب الحجم ديال اللينيم اللي بغيتوهم. هما اللينيم تيكونوا طوالين ما تيكونوش صغارين. بغيتو ديروا غير سيجار صغيورين لكم الاختيار. وكنطويو بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. ودائما سنسد بواحد الخليط ديال الدقيق والماء. بغيتو ديروا اصفر البيض اصفر ديال البيضه لكم الاختيار. كطويو بهذا الشكل كما كتشوفوا غير بشويه وكتقادو وكتسوديو هنا بديك الخليط ديال الدقيق. كنبقى مستمره حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي كلها. من بعد كناخذ هاد لينيم وكنستفهم فوق واحد البلاطو اللي كنغلفوه بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم فوق سطح العمل ينشفوا واحد شويه. غندوز دابا نحضر معكم المملحه الثانيه. غناخذ مقله وغنوضع فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون اللي تكون شويه كثيره. ثم غنضيف واحد المعلقه ديال الزبده ديال العلبه. بالنسبه للزبده هذه اضافه اختيار ولكن ضروري المملحات ملي كتكون فيهم الخضيره تنضيفوا فيهم الزبده لان ديك الزبده كتبنن لنا الخضره. غنضيف هنايا واحد جوج حبات ديال البوارو قليل معجون الثوم والملح اللي كيبقى على حسب الذوق. كنشحر غير واحد شويه هاد البوارو غير على ما كينزل هو راه دغيا كيطيب فيه المذاق جد جد ممتاز. عندي هنا 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج طحنتو في غير في الهشوار ديال الدار. كنصحكمش تاخذوه مطحون من عند مول الدجاج. هنا غادي نضيف العطريه المكسيكيه. ضفت جوج معالق صغار العطريه المكسيكيه غادي تلقاوها عندي كيبيعوا لوازم ديال مستلزمات الحلويات او عند العطار. هنا غنضيف واحد جوج معالق صغار ديال المعجون الفلفل الحلو اللي شاركت معكم مرارا وتكرارا البنات اللي عاد التحقوا جداد. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنشحر هذا صدر ديال الدجاج مع البوارو وديك العطريه المكسيكيه حتى كيندمج كلشي. ومن بعد غادي نضيف هنا الفلفله الوان. ضفت واحد الفلفله صغيره حمراء وواحد الفلفله صغيره خضراء وفلفله صغيره صفراء لكم الاختيار. من بالنسبه لكم اللي عندكم غير نوع واحد الفلفله تقدروا تضيفوه. غير ملي كنضيفوا اللوينات كاملين كيعطي واحد اللوين زوين للحشوه. من بعد ما كتشحر الحشوه غادي نضيف الشعريه ديال الرز. ضفت انا جوج مربعات بحال الشكل هذا كنديرهم غير في الماء مغلي. من بعد ما كيغلي الماء مزيان كنوضع هاد الشعريه في الماء كنخليها غير واحد شويه ومن بعد كنقطعها بالمقص ونديرها تستقطر. هنا في الاخير غادي نضيف المعدنوس وغنطفي على الحشوه مباشره وغادي نخليها تبرد. حتى كتبرد مزيان هاد الحشوه هادي عاد غادي نضيف لها هنا جبن الجبن الاحمر او اي جبن تيعجبكم. ما تضيفوش غير الموزاريلا لان الموزاريلا لا كترطقوا لكم هاد لي سيجار او البريوات في الطياب. غنخلي الحشوه على جنب بعد ما كنخلط فيها الفرماج وغادي ناخذ الورقه البسطيله. شوفوا معايا بالنسبه للورقه دائما نصيحه خذوها مباشره خدموا بها ما تخليوهاش تبرد. كي تجيبوها سخونه كتخدموا بها كتعطيكم الطعم مزيان. خديت الورقه بحجم كبير قسمتها على جوج وكنجي لهنا لهاد النصف هذا كنطويه وكنحيد هاد القنوت هادو هاد الطرف هادو اللي تيكونوا ناشفين. هادو ضروري نزولوهم ما عندناش نخليوهم. هاد الطريفات ديال الورقه غنحتاجوهم من بعد. راهم كتزينوا بهم الا بغيتوا تزينوا بهم بسيطلات تزينوا بهم اي حاجه كتحتاجوا كديروا في شي كيس وتحتفظوا بهم على جنب. بالنسبه للورقه اللي ما غنخدمش بها تنوضعها في كيس بلاستيكي وتنسد عليه هكا باش كتبقى لي الورقه مزيانه ما كتنشفش وتبدا تهرس لكم كتعذبكم في الخدمه. كناخذ نصف قطعه ديال الورقه كما كتشوفوا معايا كندهنها بالخليط ديال زيت نباتيه والفلفل الاحمر او التحميره. كنخلي ندير شويه ديال التحميره في زيت نباتيه وكنخليها حتى كتطلق فيها وكنصفي غير الزيت بها كنخدم. وخلاص الخليط ديال الدقيق والماء هذاك باش كنلصقوا الورقه. هنا كناخذ هاد الحشوه تنوضع معلقه كبيره. انا هاد البريوات غنديرهم كبارين دائما المملحات كيبغيو يكونوا كبارين ماشي بحال البريوات الحلوين. وكنطوي بهذا الشكل دائما كطوي وتقنتو وديك الجهه اللي كتكون عندكم او ديك الزوائد ديال الورقه كتقطعوا ديك الجهه الفوقانيه وكتخليو غير طريف اللي غادي تدخلوه هنا تحت الورقه. انا خد نصف دائره ديال الورقه دائما تندهنها من جوج جهات بالزيت اللي مخلطه مع التحميره. وغادي نقلب الجهه الحرشه هي اللي كنشوف فيها والجهه الملسه هي اللي كتكون مباشره فوق سطح العمل. كنوضع معلقه كبيره ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه ديروا على حسب الذوق ديالكم نتوما كما كتشوفوا معايا يعني كندير واحد الكميه اللي كتكون شويه كثيره لان هاد البريوات هادو انا تنديرهم كبارين.
غادي نطوي الورقه بهذا الشكل هذا هكا باش كنتاكد بان البريوات ما يطرطقوليش وما تخرجليش الحشوه من الجناب، وتنطوي بهذا الشكل. يعني تنشكل واحد المثلث في الاول، تنقاد بالصبع ديالي ديك الحشوه، تنحاول ندخلها باش كنحصل على واحد المثلث، وتنبدا نطوي ونقنت، يعني كنجلي ديك القنيتات ونضغط بالريوس الاصابع ديالي وتنطوي وتنقنت. شوفوا معايا راه الصوره واضحه، دائما طوي وقنتوا هكا باش ما كتخليوش المجال الحشوه منين تخرج لكم. ديك الطريف ديال الورقه اللي تيبقى لي زايد الا بغيتوا تتقطعوه بالمقص، وتتسوديو بالخليط ديال الدقيق والماء او صفر البيض اللي بغيتو نتوما. الا بان لكم شي يعني شي طريف ديال الورقه هكا خارج ولا كتلصقوه، حتى هو كتسوديوه بديك الخليط ديال الدقيق والبيض. وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هاد البريوات اللي عندي كلهم. بالنسبه للدهين ديال الورقه ضروري باش بنت تدخلوا البريوات ديالكم الفران تيطيبوا لكم بدون ما تحتاجوا تدهنوهم من بعد، وكيجيكم كتجيكم هاد الورقه مقرمشين، البريوات ديالكم كيجيو مقرمشين. ولا ما دهنتوش الورقه ديالكم مزيان راه ملي كتدخلوا البريوات المجمد راهم تيرطابوا لكم، الورقه كتطرطق بطبيعه الحال ملي تدخلهم للفران او تديرهم في المقله تيطرطقوا. بالنسبه لهاد البريوات هادو راه ما تنديرهمش في المقله لان انا دهناهم بالزيت، هادو تيطيبوا غير في الفرن. ضروري نستفهم فوق واحد البلاطو اللي كنكون مغلفه له البلاستيك الغذائي او كيس ديال البلاستيك، وكنخليهم حتى كينشفوا مزيان، وعاد كنستفهم في عليبه وندخلهم المجمد. ضروري تخليهم فوق سطح العمل ينشفوا واحد الشويه باش كندخلوهم المجمد. فهاد الوقيته هذه غندوز نحضر حشوه اخرى، غنوضع كميه ديال زيت الزيتون اللي كتبقى على حسب الذوق. عندي هنا 3 ديال الحبات ديال البوارو او البصله الخضاريه او بصله عاديه. غنضيف معجون الثوم او جوج صوص ديال الثوم، كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وكنشحر هاد البوارو غير واحد شويه ماشي بزاف غير شويه. ومن بعد غادي نضيف هنايا 150 غرام ديال الشامبينيو يعني طازج ماشي معلب، الا ما كانش عندكم طازج غادي ديروا معلب. بالنسبه للصدر ديال الدجاج ضفت هنا 300 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغارين، تقدروا تضيفوا اي نوع ديال اللحوم كيعجبكم سواء الكفته صدر الدجاج بيبي اللي بغيتوا. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال بودره البصل، بودره الثوم، ثم غادي نضيف الفلفل الاسود، وغنحك شويه ديال السكنجبير لان كيعطي واحد البنه وكيتوتى بواحد الشكل كبير مع الدجاج. كنشحر مزيان ديك الصدر ديال الدجاج حتى كيدخلوا الطياب. من بعد ما كيدخلوا الطياب غادي نضيف واحد الاضافه اللي كتعطي واحد المذاق جد جد مميز لهذه الحشوه، هي السبانخ. عندي هنا 200 غرام ديال السبانخ، طبيعه الحال بعد ما كنقيها يعني الا كانت فيها شي حاجه وكنغسلها مزيان درات السقطر، وكنقطعها غير ما كنقطعهاش كبيره، غير بحال دابا الورقه ديال السبانخ نقسمها غير على جوج، ما تقطعوهاش رقيقه، كتشحروها مزيان دغيا كتنزل دغيا كطيب على ما كتنشف من ديك السوائل اللي كتسلق. ومن بعد غادي نخلي الحشوه حتى كتبرد مزيان، وغادي نضيف لها هنايا لي كورنيشون محكوكين او الخيار مخلل محكوك. ثم غنضيف جوج معالق كبار ديال جبن كريمي، اي جبن كريمي متوفر عندكم ضيفوه كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين بزاف لهاد الحشوه، واحد القوام اللي كيكون زوين. كنخلط هاد الحشوه، ضروري تخليو الحشوه حتى تبرد مزيان عاد ضيفوا لها الجبن. كنخلط مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كيندمج كلشي، وغادي ناخذ الورقه ديال البسطيله. كما قلت لكم دائما ورقه البسطيله خذوها حتى تبغيو تخدموا بها، عاد جيبوها ما تجيبوهاش وتخليوها وعاد توجدوا الحشوه، وجدوا الحشوه وخليوها حتى تبرد وعاد سيروا جيبوا الورقه ديالكم. بالنسبه للورقه دائما تنقسمها على جوج في الاول، ومن بعد عاد كتقسموا على حسابكم نتوما شنو بغيتوا. مثلا الا كنتوا تاخذوا غير الربع غتخدموا بالربع ديال الورقه، فما تقسموش كل شيء في الاول، قسموا خذوا غير نصف واحد وقسموه على جوج وخليو النصف الاخر مكمول حتى تشوفوا راسكم شحال باغي غتحتاجوا باش ما كتضيعوش الورقه ديالكم وصافي. المهم الخدمه كتكون منظمه. ودائما هذيك الورقه ديالنا تنديروها في الكيس بلاستيكي حتى كنحتاجوها، كنخليو غير القياس اللي غادي نخدموا به هو اللي كنخليوه وحدنا فوق سطح العمل. كناخذ غير ربع دائره ديال الورقه كما كتشوفوا معايا. دائما كدهنوا الورقه من جوج جهات هكا باش كيجيوكم البريوات ديالكم او القنينطات ديالكم كيجيوكم مقرمشين، خصوصا الا دخلتهم الفران. كنوضع القياس ديال الحشوه اللي غيناسبني، يعني كديروا القياس اللي يناسبكم نتوما. بغيتوا ديروا هاد المملحات على شكل بريوات او على شكل سيجار صغارين لكم الاختيار. كنطوي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وكنلوي وكنسد ديك الخليط ديال الماء والدقيق او الاصفر بيض اللي لكم الاختيار اللي بغيتوا نتوما. كما كتشوفوا معايا طريقه جد بسيطه وسهله. دائما كدهنوا الورقه من جوج جهات، والجهه الحرشه ديال الورقه هي اللي كتشوفوا فيها، والجهه الملسه هي اللي كتوضعوها مباشره فوق سطح العمل.
وكتخدموا كتساليو المملحات ديالكم كلها كتستفوها في واحد البلاطو اللي كتكونوا مفرشين له بلاستيك غذائي، وكتخليو ديك المملحات او ديك البريوات ولا القنينطه تنشفوا واحد شويه، ماشي تحتفظوا بهم مباشره في المجمد، لا كتخليو الورقه تنشف واحد شويه. من بعد ما كنسالي هاد لي سيجار ولا القنينطات غندوز لحشوه اخرى، غناخذ مقله وغنوضع فيها واحد الكميه قليله ديال زيت الزيتون، وغنوضع هنا 300 غرام ديال الشامبينيون طازج يعني ماشي معلب يعني طري. بعد ما كنضفوه بطبيعه الحال وكنقيوه، كنضيف قليل من الملح وكنسم بالعطريه ديال البسطيله ديال الحوت كتعطي واحد المذاق مميز. هنا غادي نضيف تقريبا واحد قطرات يعني غير واحد شويه ديال صوص الصوجا هذه الثقيله، وكنشحر هاد الشامبينيون حتى كيبداو يطلقوا لنا هما ديك لي دم اللي شربوا في الاول، حيت بمجرد ما كنوضعوهم في الزيت كيشربوها، من بعد كيوليو يطلقوا لنا الزيت، ملي كيبداو يطلقوا الزيت صافي راهم طابوا. في نفس المقله غنوضع شويه ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الهريسه، نص معلقه صغيره ديال معجون الثوم، والقزبر والمعدنوس مقطعين رقاقين. غنضيف كذلك واحد جوج معالق صغار ديال المعجون الفلفل الحلو او تعوضوه بالتحميره. غنضيف الملح، ثم غنضيف معلقه صغيره عامره مزيان بالعطريه ديال البسطيله ديال الحوت كتعطي واحد المذاق جد جد مميز. هنا عندي 350 غرام ديال الكروفيت، بطبيعه الحال بعد ما كنقيهم انا عطيتكم الكروفيت منقي ناضي يعني 350 غرام. غادي نشحر واحد شويه الكروفيت على نار مرتفعه، ما تكونش النار قليله، راه دغيا تيطيب، ومجرد ما كيتشرب ديك السوائل ديالو. غادي نوضع هنا جوج مربعات ديال الشعريه ديال الروز، بطبيعه الحال بعد ما كنوضعها في الماء طايب وكنصفيها ونقطعها، وغادي نضيف القليل من صوص الصوجا باش يعطينا مذاق زوين. من بعد غنضيف شويه ديال الزيتون مقطع كما كتشوفوا معايا، وغادي ناخذ ديك لي شامبينيون اللي شحرت في الاول غادي نزيد نضيفهم. غنضيف هنا في الاخير غادي نضيف تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الحامض المصير، كيعطي واحد البنه هائله لهاد الحشوه هذه. غنطفي على هاد الحشوه وغنخليها حتى تبرد مزيان، من بعد ما كتبرد غنوضعها هنا في واحد البول، وغادي نضيف لها شويه ديال السوريمي، هذه اضافه اختياريه، نتوما لكم اختيار، بغيتوا تضيفوا مع الكروفيت شويه الكالامار، بغيتوا تضيفوا شويه ديال الحوت ديال الفرخ، بغيتوا ديروا غير حوت ابيض بوحدو، لكم الاختيار. غير بغينا نديروا الانواع ديال الحوت كلها اللي كتندار في البسيطلات ديال الحوت غادي يطيح لينا هاد يطيحوا لينا البسيطلات غاليين، فحنا كنقصوا من التكلفه، كنحاولوا نديروا غير حاجه وحده وكتعطي مذاق زوين بزاف. دائما ما تكثروش الشعريه في الحشوات ديالكم باش ما يجيكمش غير الشعريه، يعني كتاكلوا غير الشعريه. بعد ما كنخلط ديك السوريمي مزيان مع الحشوه كنوضعها على جنب، امكانكم الا بغيتوا تضيفوا جبن محكوك لكم الاختيار. دائما تناخذوا الورقه كنخليو الجهه الحرشه هي اللي كتكون كنشوفوا فيها، والجهه المنساه هي اللي مباشره كتكون مباشره فوق سطح العمل. دائما كتاخذوا جوج قطعات ديال الورقه كتدهنوهم بجوج وكتحطوهم قبالتكم كيكونوا عندكم واجدين، ماشي تتبغيو تطويو البسيطلات ديالكم عاد تبقاو يديكم غادي تكون مشغوله، في حالات كانت شي وحده كتساعدكم صافي، وحده كتدهن وحده كتطوي. كتاخذوا ديك المول صغيور اللي كنطويو فيه البسيطلات، هذا كيتباع عندي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات، او خذوا شي جبيبينه صغيوره كتوضعوا ورقه وحده ديال البسيطله الجهه الملسه من التحت والجهه الحرشه من الفوق، كتوضعوا معلقه كبيره ديال الحشوه على حسب القياس ديال المول اللي عندكم، كتضغطوا واحد الضغطه صغيره وكتطويو. بالنسبه للورقه الثانيه شوفوا معايا كيفاش كنطويها، كتطوي وكديروا بحال لي بلي، وكديروا ديك الخليط ديال الدقيق والماء او ديروا اصفار البيض لكم الاختيار. ولا كانت عندكم شي ورقه زايده كتقطعوها بالمقص كتزولوها وكتضغطوا واحد الضغطه مزيانه على هاد البسيطلات ديالكم باش كياخذوا الفورما ديال المول، وكتزولوهم كيزولوا بكل سهوله، كتقلبهم هنا في يديكم كتوضعوهم حداكم هنا فوق سطح العمل حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كلها. دائما تندهنوا الورقه من جوج جهات باش تيجيكم البسيطلات ديالكم مقرمشين او البريواز ديالكم يجيكم مقرمشين، الجهه الملسه مباشره كتكون لتحت والجهه الحرشه هي اللي كنشوفوا فيها. كديروا الورقه ديال البسطيله ديالكم، شوفوا معايا كيفاش كنديروها، كنديروها في المول، كنديروا الحشوه، كنحاولوا نديروا الحشوه اللي غتهز المول، اللي غيهز لنا المول، كنكمسوا هاد البسطيله وكنضغطوا عليها بيدينا وكناخذوا الورقه نفس الشيء، دائما الجهه الحرشه كنشوفوا فيها والملسه هي اللي كتكون لتحت، وكنطويو ونديروا لي بلي، كنديروا بحال لي بلي، شوفوا معايا بحال اللي كتلمطوا شي حاجه، يعني ما تتخليوش ديك الورقه خارجه مع الجناب، وكل ما كانت الورقه سخونه وعاد صايبات كتسهل عليكم الخدمه، يعني كتخدموها وكتجبدوها ما تتقطع لكم ما والو، كتعطيكم الطوع في الخدمه، وديك الطريف ديال الورقه اللي تيبقى خارج تنحيدوه، دائما تنسدوه بديك الخليط ديال الدقيق
والماء كما كتشوفوا معايا، وكنقلبوا السيطره ديالي في يدي، كنحطها قبالتي حتى كنسالي، وعاد كنستفها في شي بلاطو. دائما دهنوا الورقه وحطوها حداكم مدهونه باش كيسهل عليكم الخدمه، يعني كتخدموا بسرعه. والحشوه حاولوا تنوعوا، ديروا شويه الكروفيت، شويه ديال السوريمي، شويه ديال الزيتون، شويه ديال الشعريه، ما تكونش غير الشعريه بوحدها او جهه فيها غير الكروفيت بوحدها. والحشوه كديروا داكشي اللي كيعجبكم، اللي عندكم في داركم، اللي في المتناول ديال كل واحد. دائما تنقلب البسيطله في يدي وتندير الورقه الاخرى في المول كما كتشوفوا معايا، وكنضغط عليها واحد الضغطه خفيفه وكنبقى نطوي. بالنسبه للمول الحجم ديالو كديروا على حسابكم نتوما، بغيتوا بسيطلات كبارين بغيتوهم صغيورين لكم الاختيار. بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا لي كوموند راكم كتخدموا على حساب الرغبه ديال الكليان ديالكم. شوفوا معايا كيفاش كنطوي، كنحاول ما امكن ما نخليش الورقه يعني خارجه مع الجناب، وديك الزايد كنحيدو بالمقص، وكنضغط مزيان على البسيطله باش كتاخذ الفورما ديال المول، ومن بعد كنقلبها في يدي وكنقادها مزيان مع الجوانب وكنوضعها. راه هاد البسيطلات ما كنوليش ندهنهم مره اخرى، يعني واخا كنحتفظ بهم في المجمد او سواء غنطيبهم مباشره ما كنرجعش ندهنهم مره اخرى. هاد الدهي اللي تندهن الورقه في التحضير راه كافي، كيخلي الورقه تجيكم مقرمشه، ما تجيش كي كنقولوا حنا رطبه ومجلوده. كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هاد البسيطلات اللي عندي كلهم. بامكانكم تحتفظوا بهم في المجمد هكا بلا طياب، او طيبوهم نص طيبه في الفران، يعني غير نص طيبه على ما كيشدوا راسهم، كيتشمعوا في الفران وكتخليهم حتى كيبردوا، كتجمعوهم ديرهم في علبه ديال البلاستيك او كتستفون فوق بلاطو بحال هذا الشكل هذا حتى كيجمدوا، وعاد كتجمعوهم وديرهم في كيس بلاستيكي لكم اختيار. ما كيطرطقوش في الطياب سواء احتفظتوا بهم خضر او طيبتوهم. بالنسبه للمملحه الاخيره غنحتاجوا الحشوه، بطاطا مسلوقه. خديت هنا واحد الكميه ديال البطاطا سلقتها بقشرتها، خديت بطاطا صغيره. الا بغيتوا تبخروا البطاطا لكم الاختيار، غير ما تاخذوش بطاطا كبيره حيت كتحل في الطياب وكيدخل لها الماء، بطبيعه الحال غادي تفرقعوا لكم البريوات في القلي. غادي نضيف المعدنوس من بعد ما كنمعك البطاطا مزيان، كنخليها تبرد واحد الشويه وكنضيف لها المعدنوس، وغادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الجبن الكريمي، اي جبن كريمي متوفر عندكم. لي فريد ما عندكمش جبن كريمي غضيفوا الجبن ديال الدهن مثلثات او مربعات، هو راه تيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف لهاد الحشوه هادي. غنضيف الصلصه الحاره، هذه اضافه اختياريه اللي ما تيبغيش الحار يستغنى عليه. ثم غنضيف بودره الثوم، وغنضيف البصل مجفف، كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق حيت البطاطا سلقتها بلا ملحه. ثم غادي نضيف الجبن الاصفر محكوك بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف لي كورنيشون محكوكين كيعطيو واحد المذاق اللي زوين بزاف، اللي هما الخيار المخلل. ثم غنضيف الزيتون مقطع، وكنمعك مزيان هاد البطاطا، كنحاول نخلط مزيان الجبن والتوابل وكل شيء كيتخلط مزيان حتى كيندمج. ومن بعد غادي ناخذ هنا لحم الديك الرومي المدخن، يعني صدر الديك الرومي المدخن او لدانت فيمي والسلامي مخلطين، قطعتهم بهذا الشكل هذا. الا ما عندكمش غادي ديروا الطون، فعاوتوا الطون، تقدروا ما ديروش حتى الطون وكتجي الحشوه زوينه. المهم هاد الحشوه نتوما تضيفوا لها اي حاجه تتعجبكم. تنخلط الحشوه مزيان، تنخليها حتى تبرد مزيان وتاكد بانها بارده باش كتماسك. وغادي ناخد الورقه ديال البسطيله اللي تنقطعها، بطبيعه الحال كل ورقه تنقطعها، كل دائره ديال الورقه تنقطعها على ربعه، تناخد غير الربع تندهنو من جوج جهات، يعني من الجهه الاولى وجهه الثانيه هكا باش كتجيكم الورقه مقرمشه، وكتوضعوا الكميه ديال الحشوه اللي غتناسبكم. بالنسبه ليا انا هاد المملحات غادي نديرهم على شكل سيجار، وغندق على هاد الحشوه واحد شويه، غيجيو بحال الشكل ديال بحال شكل مستطيلين وصافي. كنقادهم مزيان وغادي نطوي بهذا الشكل اللي غادي تشوفوه في الصوره. طبيعه الحال كندير واحد شويه من ديك الخليط ديال الدقيق والماء باش غادي نسد هاد المملحات، وكنطوي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكنخلي هاد المملحات على جنب حتى كنسالي، وكنستفهم فواحد البلاطو وكنخليهم حتى كينشفوا واحد شويه. انا بالنسبه ليا غادي نقلي هاد المملحات في الزيت، وغادي ندوزهم في لاشابلوغ قبل ما نقليهم. ثم لما كنتوش غدوزهم في لاشابلوغ من الافضل دوبلو الورقه هكا باش كتضمنوا بان هاد المملحات ما يطرطقولكمش في الفران وما يطرطقولكمش في الزيت. ودائما دائما البطاطا ما تخليوهاش في الماء مده طويله حتى يدخل لها الماء لداخل، راها كترتق في الطياب. بعد ما كنستف المملحات ديالي كلهم في هاد البلاطو اللي كنغلفوا بالبلاستيك الغذائي، كنخليهم على جنب حتى تينشفوا، وعاد غادي نكمل العمليه ديال التحضير ديالهم. انا غندوزهم في لاشابلوغ، خديت هاد النوع ديال لاشابلوغ، هادو راه كتباع عند الجزار او اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات او اللي كيبيعوا داكشي ديال لومبالاج.
كندوز المملحات في الدقيق الابيض هو الاول، من بعد كندوز في جوج بيضات راني طربتهم مع شويه ديال الملحه، كندوز فيهم هاد المملحات وعاد كندوزهم في لا شابلوغ. اي شابلوغ متوفر عندكم تقدروا ديروها، تقدروا هاد المملحات يعني تحتفظوا بهم دون ما ديروا لهم لا شابلوغ، لكم الاختيار. المهم لا شابلوغ كتعطيهم واحد النظره زوينه، كتعطي مذاق زوين، طبيعه الحال كيجيو مقرمشين اكثر منين من لقيتهم بلا شابلوغ. هذه زعما غير ملاحظه وصافي. ومن بعد ما كنسلم هاد المملحات كنستفهم في واحد البلاطو كما كتشوفوا معايا، وكندخل هاد البلاطو المجمد كنخليهم غير على ما كيشدوا راسهم واحد شويه، وعاد كنجمعهم في واحد العلبه كبيره، يعني من الافضل تخليهم حتى يشدوا راسهم. بالنسبه لهاد لينيم هادو انا صاوبت قسمت هاد الحشوه على جوج، نصف الكميه درت هاد لينيم طوالين كما كتشوفوا في الصوره، وهادو اللي في هاد البلاطو هادو مغلفهم بالبلاستيك الغذائي، هادو سيجار يعني الحجم ديالهم صغر من هاد لينيم هادو. هاد لينيم غندوزهم في لا شابلوغ، غناخذ شويه ديال الدقيق الابيض، شويه ديال لا شابلوغ عاديه اللي من السماء فيها المعدنوس والتوابل، وعندي هنا داك البيض اللي بقى لي زدت عليه بيضه اخرى طربتها وضفت لها شويه ديال الصلصه الحاره. كندوز هاد لينيم هنا في الدقيق الابيض كما كتشوفوا معايا، وكنفضهم مزيان من الدقيق الابيض، وعاد كندوزهم في البيض مطرب كما كتشوفوا، غنهز بالفرشيط يعني كنسقطر مزيان ديك البيض، وعاد غندوزهم في لا شابلوغ. كيجيو فنين مقرمشين غزالين، سواء درتهم في الفران او قليتوهم في الزيت. المهم حنا تنحاولوا ما امكن نعطيو المنظر زوين لهاد المملحات ديالنا، يعني المذاق تيكون زوين، وكنزيدو حتى المنظر حتى هو يكون زوين، لان العين يعني حتى هي كتاكل. كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي ديال لينيم. الا بغيتوا تدخلوهم للمجمد بعد ما تستفون في البلاطو تدخلوهم للمجمد حتى يجمدوا، تجمعوهم في علبه او تستفون في علبه مباشره بعد ما ينشفوا مزيان. بالنسبه لهاد لي سيجار اللي معمرين بلي زيبيناغ وبالدجاج والجبن، حتى هما غندوزهم في الشابلوغ. بامكانكم كما قلت لكم تستفوهم هنا في البلاطو وتديروهم في المجمد حتى يجمدوا، تجمعوهم في علبه، تقليهم في الزيت او تدخلوهم للفران، ما كتحتاجوا لا تدهنوهم لا حتى شي حاجه، دخلتهم للفران راه الورقه مدهونه مزيان، او ديروا كما غندير انا غندوزهم في الشابلوغ. هنا البيض بقى لي اللي فيه الصلصه الحاره، زدت بيضه على ديك شويه البيض اللي بقى، زدت بيضه طربتها مزيان، خديت هنا شويه ديال لا شابلوغ العاديه اللي فيها غير المعدنوس والتوابل، غنضيف عليها هنايا شويه ديال الزنجلان الابيض، شويه ديال الزنجلان الاسود، وشويه ديال الخضراء مجففه. بالنسبه لديك الخضراء المجففه ولا شابلوغ والزنجلان الاسود ولا الابيض، غادي تلقاوهم عند اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات، او عند اللي كيبيعوا داكشي ديال لومبالاج. بالنسبه للشابلوغ راه تلقاوها حتى عند الجزار. خديت الدقيق الابيض هنا، غادي نخلط هاد الخلطه ديال لا شابلوغ وديال الخضر المجففه والزنجلان كما كتشوفوا معايا، كتعطي واحد المنظر زوين، واحد المذاق هائل لهاد السيجار هادو. كندوزهم هنا كما كتشوفوا معايا في الدقيق الابيض، كنفضهم مزيان من الدقيق، كندوزهم في البيض مطرب، وعاد كندوزهم في هاد الشابلوغ هادي اللي من السماء اللي تتجي عجيبه، تيجي الشكل ديالهم راقي زوين، والمذاق خلاص تيجي عجيب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم، يا اما كتقليوهم في الزيت او تديروهم في الصينيه ديال الفرن بعد ما كتفرش لهم الورق ديال الطبخ، وكتدخلوهم يطيبوا في الفرن اللي كيكون ساخن مزيان على 200 درجه، كتشعلوهم من التحت ومن الفوق، راهم دغيا كيطيبوا، واخا تخرجوهم مباشره من المجمد كطيبوهم ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، بالعكس البريوات ولا القنيطات ملي كتخليوهم ديكونجولا وكترتق الورقه طبيعه الحال ملي غتقليوهم او تدخلوهم الفران، غادي يتفرقعوا لكم ما غيجيكمش ثانيين، دائما من المجمد مباشره يا الفرن يا الزيت سخون. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال تشكيله المملحات اللي شاركت معكم اليوم. كما شفتوا حشوات مختلفه، يعني شاركت معكم خمسه ديال الحشوات بالدجاج بالكفته بالخضار بالبطاطا، تيجيو زوينين بزاف، مذاق ما كيشبه المذاق الاخر، حتى الشكل ديال هاد المملحات كيجي راقي زوين بزاف، كيعجب الكبار والصغار. زينوا بهم المائدات ديالكم وتقدموهم للضيوف ديالكم بوجهكم احمر. بالنسبه للطريقه ديال التخزين، يا اما كتخليهم في البلاطو كما كتشوفوا، كتغلفوا البلاطو بالبلاستيك الغذائي وكتدخلوا المجمد حتى كيجمدوا واحد شويه شد راسهم، وعاد كتجمعوهم ديرهم في علبات ديال البلاستيك، ودائما من تستفوا المملحات ديالكم ديروا طبقه ديال المملحات، طبقه ديال البلاستيك الغذائي او كيس ديال البلاستيك او الورق ديال الطبخ، وكتغطيو بالبلاستيك الغذائي مزيان، كتلمطوا ديك المملحات ديالكم بالبلاستيك الغذائي، وعاد كتوضعوا قطعه اخرى ديال البلاستيك الغذائي على الفم ديال العلبه وكتسدوا مزيان. دائما العلبات البلاستيك يكونوا كيتسدوا مزيان، تندخلوا العلبات ديالنا مباشره للمجمد. بالنسبه للمملحات كما قلت لكم، الا كنتوا غتقليوهم في الزيت كتجبدوهم مباشره، كتوضعوهم في الزيت سخونه، ما تتخليهمش ديكونجولا، ولا خليتهم غير شويه ديكونجولا راه تطرطق لكم الورقه. بالنسبه للفرن
كتفرشوا غير الورق ديال الطبخ، تتفوا المملحات ديالكم فوق الورق ديال الطبخ، تدخلوا من الفرن الساخن، كتشعلوا النار من الفوق ومن التحت بالنسبه للفرن الكهربائي على درجه حراره 200 درجه، تيجيو المملحات مقرمشين من برا ومن الداخل. بالنسبه لهاد البريوات هادو اللي دهناهم بهاد الزيت هادي اللي فيها التحنيره، ما تحتاجوش دهنهم مول بسيط لاص مره اخرى، تدخلوهم مباشره للفرن التبوره، الورقه راها دهناها يعني الدهي اللي دهناها راه كافي. هاد البريوات راهم تيجيو مقرمشين، تيجيو غزالين. دائما غلفوا مزيان العلبات ديالكم هكا باش كتاكدوا بان الروائح ما تيدخلو لكمش للعلبات وما تيخرجوش من العلبات. بالنسبه للثمن ديال البيع، دائما تتحسبوا المصاريف ديالكم اللي كتخسروا كلها، حتى الفرن كتحسبوا، حتى البوطه كتحسبوها، وتضربوا الثمن في داك الحساب اللي حسبتوا كتضربوه في جوج وكتقسموا على عدد الحبات ديال البصيلات اللي عندكم هكا باش ما تضيعوش راسكم. وخلاص راكم كديروا على عينكم ميزانكم على حساب المدينه اللي ساكنين فيها، على حساب النوع ديال الكليان اللي كتعاملوا معاه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال هاد المملحات هادو اللي فيهم الحشوه ديال البطاطا، بزاف ديال السيدات كيتشكاو من البطاطا، ان اي حشوه كانت فيها بطاطا كترتق لهم في القلي او كترتق في الفران. دائما البطاطا ما تسلقوهاش بزاف وتخليوها في الماء حتى تشرب كميه كثيره ديال الماء، غادي ترتق لكم. كونوا مأكدين في الطياب سواء في الفرن سواء في الزيت، خليوا البطاطا يعني اما بخروها اما خذوا بطاطا صغيره وما تخليوهاش ترتق لكم في الطياب. من بعد ما كتجبدوا المملحات ديالكم المجمد كديروهم مباشره في زيت سخونه او الفرن يكون ساخن. وحتى لو كنتوا عاد وجدتوا المملحات ديالكم يعني اللي فيهم الحشوه ديال البطاطا، دخلوهم المجمد على ما يشدوا راسهم واحد شويه وعاد قليوهم، ما تقليوهمش مباشره من بعد ما طيبوهم، خليو ديك الحشوه تجمد واحد شويه في المجمد وعاد ديروهم في زيت سخونه او في الفرن السخون. نتمنى حبيباتي الغاليات نكون يعني استوفيت كل شيء في هذا الفيديو. بالنسبه للكميه ديال الورقه اللي قدتني هاد المملحات اللي شاركت معكم في هذا الفيديو، قدتني ليهم 2 كيلو وربع ديال الورقه، كنت كنكوموندي بنص كيلو، يعني كنجيب نص كيلو الورقه على ما تنسالي تنعيط لها تتوجد لي نص كيلو اخر هكا باش ما تضيعليش الورقه وتتقطع لي وتنضيع فيها. يعني الله يكون في العون، حتى حاجه ما راها سهله. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال المملحات اللي فيهم الحشوه ديال البطاطا، شوفوا معايا مباشره من المجمد وضعتهم في الزيت سخونه، غير كنوضعهم واحد شويه تنقلبهم، كيبقى هكا كنقلب ونشقلب فيهم حتى كيتحمروا من جميع الجوانب. ملي تندوزهم في لاشابلور تيجي الشكل ديالهم زوين زوين بزاف، كتخليهم حتى كيتحمروا مزيان وكتوضعهم فوق الورق النشاف. شوفوا معايا ما كيتطرطقوا ما والو، ما كيضيع الشكل ديالهم، تيجيو غزالين. بامكانكم ديروهم حتى في الفرن، لا بغيتو ديروه في الفرن لكم الاختيار. انا غنقسم معكم دابا وتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، كيجيو فنين مقرمشين. ديك الصوت ديال القرمشه ديالهم كيتسمع ملي كنحكي عليهم هنا الفرشيط، غادي تشوفوا كيفاش كيجيو مقرمشين. ديك الشابلوغ تعطيهم واحد القرمشه زوينه، حتى الورقه كتجي مقرمشه. وخلاص الحشوه اللي كتجي عجيبه، هاد الحشوه ديال البطاطا تقدروا تضيفوا لها اي حاجه تتعجبكم نتوما، كذلك حتى البريوات والبسيطلات حتى هما تيجيو مقرمشين. انا شاركت معكم غير شويه شويه من الحاجه باش تشوفوا ان شاء الله، دابا نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله مستقبلا يعني في بعض الوصفات. شوفوا معايا الشكل ديال البسيطلات والبريوات كيجيو محمرين، ديك الزويته اللي كيطلقوا لنا في الفران كتهزوها بالفرشات وكتدهنوا بها البريوات ديالكم والبسيطلات ديالكم، كتجي الورقه مقرمشه من برا ومن الداخل، وكتجي الحشوه يعني كثيره، ما كتجيش غير الورقه عندنا في البريوات لا وسواء حتى في البسيطلات. داكشي كنقول لكم حاولوا ما امكن توزعوا الحشوه ديالكم، ما تكثروش من الشعريه باش تجيكم يجيكم المذاق زوين ويجيكم الحشوه كثيره. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم دائما على حسن المتابعه ديالكم، على التعليق الطيبه ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وشكرا بزاف على تعليقكم الطيبه. والاخوات لاول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى.